تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع، وقد تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في هذا التقرير. استكمالا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وغسل الأموال، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بأسوان قام عناصره بالاستيلاء على 44 مليون جنيه من مواطنين، وهي قيمة استلام رؤوس ماشية لم يسددوا ثمنها في المواعيد المحددة. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على قرابة 8.5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية البيطرية والخضروات والفاكهة وتربية الدواجن مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وكذا أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار التصدي لجرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها، رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملات وطنية مقلدة. على الفور تم تشكيل فريق بحث مع استخدام التقنيات الحديثة، تمكن من ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات والترويج للعملات المقلدة بنطاق محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط، وتم ضبط عملات وطنية مزورة بحوزتهم والأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في عمليات التزوير، وكذا تم ضبط محررات رسمية مقلدة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية. وعلى صعيد ضبط قضايا غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية يتزعمه صاحب محل مصوغات لقيامه بغسل 20 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية خلافاً للحقيقة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين بالدقهلية لقيامهما بغسل 21 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. كما تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة والجيزة لقيام عناصره بغسل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال الوساطة بين المريض والضحايا نظير الحصول على مقابل مادي عن طريق قيامهم بإيداع جزء من المبالغ بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية خلافاً للحقيقة.